اتأخرت يا فريدة. أنا ما كنتش جاية أصلا. عايزة يبقى في ميعاد ما بيني وما بينك في القصر بتاعك وما تجيش؟ ده مش القصر بتاعي. القصر بتاعك أنت. لا يا فريدة. القصر ده بتاعك. كنت عايشة فيه لأنه كان بتاع أبوكي. ودلوقتي هتعيشي فيه لأنه بتاع جوزك. أفهم من كده إن أنت عايز تتجوزني؟ مش قلتلك مشاكلك كلها تتحل بكلمة واحدة؟ يعني أنت عايز تتجوزني عشان تحل كل مشاكلي، مش كده؟ جوازي منك ده حلم قديم يا فريدة، ومتهيألي جه الوقت إن احنا نحققه. طب ما احنا كنا متجوزين قبل كده، وأنت اللي سبتني. صح، بس دلوقتي الظروف اتغيرت. اتغيرت ازاي؟ ايه اللي اختلف يعني؟ ان انت خلتني انزل ابننا؟ ولا انك لسه فاكر ان ابويا قتل ابوك وهرب على بره؟ ما بلاش نتكلم في اللي فات عشان نعرف نفرح باللي جاي. ما قلتليش ايه رايك؟ كل حاجة زي ما هي. أنا ما غيرتش حاجة واحدة علشان لما تيجي تحس إن القصر لسه زي ما هو، حتى الخدم كلهم جبتهم لك. أنت غلطان يا كريم بيه. أنت جبت الخدم دول علشانك أنت، مش عشاني أنا. إزاي يا فريدة؟ أنا أفهمك إزاي؟ يعني أنت قدرت تاخد شركة أبويا ومشروع أبويا وقصر أبويا وعربيات أبويا وطيارة أبويا وكمان الخدم بتاع أبويا، بس فاضل حاجة صغيرة قد كده مش عارف تاخدها. بنته. عايز تاخد بنته عشان تذله وتذلها، مش كده؟ مش كده. بس انت ناسي حاجة مهمة أوي يا فريدة، إن أنا بحبك. تحبيني؟ إذا كان ده الحب في وجهة نظرك، كان زمان القيامة قامت من زمان قوي. فريدة، أنتِ بتضيعي من إيديكي فرصة كبيرة قوي. نتجوز أنا وأنتِ ونعيش هنا، في القصر بتاعك. ونبعت نجيب أمك وأخوكي. ونعيش كلنا وتبقي مبسوطة. أنت عمرك ما فهمتني. عمرك ما عرفت تحبني. بس عرفت كويس قوي ازاي تخليني اكرهك. انا بحاول انسى كل حاجه عملتها فيا، بس انا عايزاك تفتكر حاجه واحده بس، ان انا اسمي فريده شاكر علوان. مش ممكن في يوم من الايام هيبقى اسمي مدام كريم الشراوي. فريده، انت جيتي النهارده ليه؟ عشان اتفرج عليك وانت في قمة ضعفك.